عموما الاهلي بيستعد طبعا لمواجهه الفريق القطن الكاميروني ان شاء الله ضمن منافسات الجوله الخامسه من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا المحدد لها يوم الجمعه المقبل ان شاء الله. اكيد ارجع اقول لحضراتكم نتمنى ان احنا ابتداء من يوم الجمعه، مش يوم الجمعه بس، ابتداء من يوم الجمعه نشوف اللي ما شفناهوش الفتره اللي فاتت وما نشوفش اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت. على كل حال والله العظيم الواحد ما عارف يقول ايه يا كريم. يعني حاجه صعبه، لا حاجه صعبة. الواحد زعلان، خلينا نقول بصراحه أكيد. الواحد زعلان، و يعني انا مش عايزه اقول كلام يزعل حد والله او انا حتى ازعل عليه، بس لا المشهد امبارح انا بتكلم كمان على مستوى الفردي للعيبه واللعب الجماعي، يعني فرديا انا ما شفتش بصراحه برضو لاعب فرحني، يعني يمكن وده الغريب ان انت ما عندكش مستوى واحد للعيبه بتاعتك، اوقات تلاقي بيرس تاو كويس جدا واوقات لا، امبارح بيرس تاو رائع، امبارح بيرس تاو رائع، الباقي فين الشناوي امبارح؟ انا ما شفتش الشناوي، ما حدش يزعل مني، بس ده الكلام اللي لازم نقوله لان ده الواقع، امبارح الشناوي مش الشناوي خالص، عندك لعيبه كهربا عمل اللي عليه بس برضه في جول كان ممكن انه يعني في سرحان كان في الاخر، بس في لعيبه مش موجوده لا على المستوى الفردي ولا حتى على المستوى الجماعي شفناهم، عندك مشكله كبيره جدا في الدفاع ما اتحلتش، عندك مشكله جدا في المهاجم الصريح ما اتحلتش، فانا مش عارفه يا كريم يعني هنرجع نقول تاني محدش يقدر يغلط في الجيل ده، الجيل ده حتى لو هنتكلم ان هو 2019 كان في ازمه عندنا وغيره، لكن في لعيبه كملت معاك وقدرت ان هي تحصد بعد كده بطولات والثلاثيه وغيره، فالفريق اللي عندنا الفريق كويس، محتاج تدعيم 100% بصراحه، واللي يقول العكس كده يبقى بيجامل بقى، تمام؟ الفريق عندنا عايز تدعيمات، ولكن القصه ان الفريق ده برضو كسبني كتير قبل كده وبعد كبوة قدر يقف على رجليه ويفرحني، بس في ايه؟ انا بشوف تاني وهرجع اقول النقطه دي عشان نقفل الملف ده لغايه الفقره الحواريه، مستوانا قبل كاس العالم للانديه حاجه وبعد كاس العالم للانديه حاجه تانيه، انت من اول ما رحت كاس العالم للانديه وانت بتكسب بصعوبه حتى، يعني اول ماتشين ما هماش الماتشين الصعبين عشان انت تكسب بصعوبه، انا بقيت احس النادي الاهلي حتى الفوز لما بيفوز بصعوبه، ليه من امتى؟ ده احنا كنا بنخلص في اول دقايق حتى لو ال 90 بلس، بس كان بيبقى الماتش قوي، بيبقى ماتش تقيل، بتلاقي تنافسيه، بتلاقي لعبه حلوه قوي بتستمتع، دلوقتي فين ده؟ طب بيطلع روحك وانت بتتفرج على الماتشات بصراحه. يعني من سخريه القدر ان في ثلاث ماتشات متتاليه في البطوله الافريقيه يدخل في شباكنا 8 اهداف. ده شيء الى حد بعيد غير مسبوق وغير مستساغ والناس مش راضيه بيه، يعني طبعا في ناس كتير جدا مش راضيه باللي بيحصل ده، وبعدين عشان ما يتقالش علينا ان احنا او على اللي بينتقد ان هو مثلا ايه بقى في إيه يعني بنجلد زياده عن اللزوم، احنا عند اللزوم بنقول كلمه الحق اللي هي ان احنا شايفين ما يرضينا، لما بنكون شايفين ما يرضينا بنقول ان احنا شايفين ما يرضينا، لكن لما بيحصل العكس لازم بطبيعه الحال نقول العكس، وبعدين كواليتي الاداء اللي احنا شفناه فعلا على الصعيدين الفردي والجماعي يعني اللهم لا اعتراض، ما يتقالش غير كده. تاني نامل ان شاء الله تكون في صحوه الفتره اللي جايه، لان الصحوه دي على فكره مش تفضل من اللعيبه ولا من الجهاز الفني، ده لازم يحصل، لان لو ده ما حصلش المفروض يبقى لكل بقى مقال من مقال، وقتها يبقى في كلام تاني خالص، وتعالوا بقى نقف ونركز ونشوف ونغربل مين اللي يستحق ان يلبس تيشيرت النادي الاهلي اللي ورمناها ملايين البشر.